الجنوب الشرقي للمغرب. منطقة زاكورة هي منطقة بداية الصحراء الكبرى، حيث تغيرات مناخية حقيقة نعيشها كل يوم. ومن أهم نتائجها توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، فما هي أهم هذه النتائج وما هي المجهودات المبذولة من أجل الحد من هذا المشكل؟ هذا ما سنقوم به. عافاك سيدي الزين، وخا تهضرينا شوية على أهم مميزات مناخ في منطقة واد الدار. شكرا أخوتي. دابا بالنسبة للمناخ، هنا عندنا مناخ قاري. هذا المناخ القاري هو أن الحرارة كتكون كثيرة في الصيف والبرودة كتكون كثيرة في الشتاء. يعني البرودة كتنزل تقريبا حتى إلى جوج تحت الصفر، يعني جوج تحت الصفر بعض المرات كنلقاو لا كلاص. وكذلك وهذا الشيء كيكون في شهر 12 دو جانبير وشهر يناير. بالنسبة للحرارة كتكون عندنا مرتفعة جدا، كتوصل حتى إلى 48 49 50، وهذا الشيء كيتسجل في شهر ديال أغوست وشتنبير، جويي أوت يوليوز مع أغوست. وهذه الحرارة هذه مفرطة بزاف، إلا كانت الحرارة كثيرة كان نسقو النخل يعني في واحد الفترة قليلة. بالنسبة للتساقطات كما قلت لكم راها ضعيفة جدا، التساقطات ما كتفوت عندنا المعدل ديالها ديال 40 حتى إلى 50 ملم في السنة. اللهم كتكون سنوات اللي كتكون سميتو كنوصلوا فيها حتى إلى 60 70 80 100، ولكن قليلة جدا قليلة. أستاذ عافاك، ممكن تعطينا بعض النتائج والآثار ديال التغيرات المناخية للمنطقة اللي كنعيشو فيها؟ نعم، المنطقة التي نعيش فيها هي منطقة حوض درعا في الجنوب الشرقي ديال المغرب. هذه المنطقة يعني من بين المناطق المصنفة على أنها يعني سوف تعاني وتعاني حاليا من أثر التغيرات المناخية، لأننا نوجد على مشارف الصحراء الكبرى. أهم النتائج ديال التغيرات المناخية في هذه المنطقة هي الجفاف، حيث أن هذا الجفاف أدى إلى تراجع يعني نسبة المياه الجوفية وتراجع أيضا نسبة المياه السطحية. هذا يعني تسبب في قلة المياه الصالحة للشرب وكمية المياه في المنازل السكان. بالإضافة إلى ذلك يعني توالي سنوات الجفاف أدى إلى تدهور الغطاء النباتي في المنطقة، مما تسبب في يعني تصحر وزحف رمال على مجموعة من الأراضي في هذه المنطقة، بحيث أن مجموعة من أشجار النخيل التي تعتبر أحد الوسائل أو أحد موارد الغذاء في المنطقة قل عددها كثيرا بفعل تصحر وبفعل الجفاف. أيضا هذه الأشجار هذه تعتبر يعني من بين المداخل السكان، وهذه المداخل أيضا تراجعت بشكل كبير مؤخرا. كل هذا راجع للتغيرات المناخية. لا يعني تأثير التغيرات المناخية لا يقتصر في المنطقة فقط على الإنسان، إنما يتعدى أيضا للكائنات الحية الحيوانية والنباتية، حيث لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك تراجعا كبيرا عدد الحيوانات والنباتات البرية، لأنه بسبب هذه التغيرات المناخية يعني نقصان في الماء، بالتالي نقصان في العشب، وبالتالي موت ووفاة الكائنات الحية في الطبيعة. كيف يساهم الجفاف في تطور الغطاء الغابوي بمنطقة زاكورة؟ كما تعرفوا الجفاف يؤثر سلبا على الغطاء النبوي، الغطاء الغابوي بليطو. فكما كتعرفوا الإقليم زاكورة كيسود فيه واحد المناخ اللي هو جاف، واللي كيعرف تساقطات مطرية ضعيفة جدا منعدمة. فالغطاء النباتي كيتكون بالأساس من نباتات شوكية والمعروفة بمقاومتها لندرة التساقطات. كيف ما كنعرفوا أن منطقة زاكورة كتعاني من مشكل التصحر، أنا ممكن تعطينا مجموعة من المعلومات على هذا المشكل؟ فالتصحر هو ظاهرة عالمية كما كتعرفوا، والتعريف ديالو كيتجلى في فقدان الارض للقدره الانتاجيه،
وهذا المشكل هذا راه مشكل اللي هو عالمي وكيهم حوالي 5 مليون هكتار ديال الاراضي على الصعيد الدولي، وكيهم 90% من التراب الوطني. كما ان اقليم زاكورا المساحه المهدده بالتصحر تقدر بحوالي 73 الف هكتار. كيف تتدخلون انتم كمصلحه خاصه؟ بطبيعه الحال المديريه الاقليميه للمياه والغابات تقوم بتدخلات من اجل الحد من تفاقم هذه الظاهره هذه. من بين الانشطه اللي كتقوم بها سنويا كنجد بالاساس انتاج شتلات الغابوية والقيام بالتثبيت الميكانيكي والبيولوجي للرمال، كما أنها تقوم بإعادة تخليف شجر الطلح الصحراوي، بالإضافة إلى القيام بعدة ورشات تحسيسية وتوعية لفائدة السكان المحلية. تقنيات المعتمدة لمحاربة التصحر الناتج عن التغيرات المناخية هناك التثبيت البيولوجي والتثبيت الميكانيكي، ما هي بعد هذه التقنيات؟ أما أهم التقنيات أو أهم المجهودات المبذولة لمحاربة ظاهرة التصحر، يعني تقوم الأندوبية السامية للمياه والغابات باعتبارها شيء مجموعة من الجهود، أهم يعني أهمها هي هذا التثبيت الميكانيكي الذي نلاحظ في هذه المنطقة. يعتمد بالخصوص على استعمال أواق الشجر النخيل واستعمالها على شكل قبعات. هذه القبعات تستعمل من أجل كبح زحف الرمال على الأراضي الصالحة للزراعة. بالإضافة إلى التقنية التثبيت الميكانيكي البيولوجي، ما هي هذه التقنية؟ أما بالنسبة للتقنية الأولى اللي هي تقنية التثبيت الميكانيكي، هي تقنية غير دائمة يعني مؤقتة، لكن التثبيت الأهم هو التثبيت البيولوجي للكتبان الرملية. تعتمد هذه التقنية على زرع أشجار مثل يعني الشجرة اللي كنلاحظوا هنايا، هي شجرة تاماريت، هي شجرة أو النتل، هي شجرة تعيش في هذه المنطقة ولها قدرة على النمو يعني داخل الكتبان الرملية. وهذه الشجرة هذه باستطاعتها أن تقوم بإفراز مواد على مستوى الجذور ديالها تثبت الكتبان الرملية. يعني هذه من بين أو يعني هذه من بين المجهودات المبذولة من أجل يعني التثبيت والحد من زحف الرمال على الأراضي الصالحة للزراعة. احنا الان في منطقه صحراويه وهي منطقه فيجه اللي كتبعد على مركز زاكورا ب 20 كيلومتر، وهذه المنطقه اصبحت فيها الزراعه ممكنه بفضل مجهودات الفلاحين اللي يعتمدوا على تقنيات غير مستهلكه للماء والان كتقنيه السقي. بالنسبه للمنطقه عندنا احنا صحراويه، بالنسبه نخليك نغرسوا عليا الشجرة الوحيدة اللي كتصبر العطش وكتصبر المناخ ديال 50 درجة الحرارة هي النخلة. النخلة عزيزة عند الله وعزيزة عندنا حنايا الحمد لله، ونقدر في المحطيطية كتقاوم معاك لا في هنا كاع مناطق ديال الصحراء. الحمد لله شجرة النخل واخا يكون الماء قليل واخا يكون كثير في البداية كتبغي لك شي شوية الماء، الحمد لله كتتشد في ظرف 3 سنين و 4 سنين كتطلع من الارض ديالها وكت الحمد لله كتقاوم معك. وهذه هي المنطقه الصحراويه بالنسبه للنخله. النخله راه ممتازه بالنسبه لنا احنا، النخله هي عينينا هي عقلنا هي كلشي النخله. وشكرا.